السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ انا عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني وفيديو جديد. وفيديو النهاردة عايزة اكلمكم عن عطور الاسابيع اللي فاتت. انا خلاص ما بقتش عدي يا جيمي، فمش متأكدة. انا بصراحة مفوتة كام اسبوع، ولكن انا معلقة على كام عطر كده مؤخرا، فحبيت ان انا اكلمكم عنهم. وكمان هقول لكم عن حاجات فرقت في بشرتي وفي شعري، فتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوهم. وكمان اعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتيش، وحطي لي لايك، وتعالوا نبتدي الفيديو. اول برفيم معايا هو امبر اليكسر من اوريفلام، كلمتكم عنه في فيديو مفصل وعملت لكم مقارنه ما بين اللاين بتاعه كله. ده عطر شرقي في احساس النطشي كده، احساس اللوز، عطر شويه محتاج ذوق خاص. هو على فكره حلو جدا، بس ليه ذوقه، يعني مش اي حد هيعرف يقبله. مش هقدر مثلا اقولك ان هو بليند باي امن، ولكن هو بصراحه ليه ذوق وبيعجب ناس معينة. انا ما عجبنيش قوي، ولكن هو عجب زوجي يعني. بس هو يعني مش مغري، هو كلاسيك وفخم اكتر من ان هو فكرة ان هو يكون جذاب، فاهمين؟ يعني تحسيه بتاع مناسبات اكتر. بعدين عايزة اكلمكم عن العطر بتاع شهد. شهد ده بقى من العطور اللي بيحسسك بالرقة، يعني هو فعلا عطر رقيق، عطر كده عنبري، في احساس الـ زهور البرتقال، احساس الحمضيات بتاعته ناعمة، عارفين مفيش لزوعة فيه، الاحساس بتاعه ناعم على زهور كده، على احساس بودري. فهو كومبو جميل جدا للناس اللي بتحب العنبر، بس مش بشكل يعني يضايق او بشكل يخض او بشكل يكون حاد، هو بشكل ناعم جدا انثوي جدا. طبعا بديل لنارسيسو امبري، كلمتكم عنه قبل كده، ورجعوا للفيديو بتاع شهد وهيبه ومودتي واعرفوا الفرق ما بينهم. انا عارفه ان في كتير جدا منكم ما بياخدش باله اصلا ان انا عملت الريفيوز دي، انا ما اعرفش ازاي، بس اللي رجعوا كده خشوا على قائم التشغيل وخشوا على الفيديوهات، هتلاقوا في القناه كنوز انتم ما تعرفوش عنها حاجه. بعدين بلاك اكس اس من باكو رابان، البرفيوم دوت من عند جيني كوليكشن، ولكن هو تيبيكال باكو رابان، مفيش فرق ما بينهم. هو بيفكرني كده بريحة البودرة بتاعت المكملات الغذائية اللي هي بتاعت الشوكلت اللي بياخدوها اللي بيلعبوا حديد في الجيم، هي ريحة المكملات اللي هي بالبروتين دي اللي فيها ريحة الشوكولاتة، تحسي ريحة البودرات الشوكولاتة دي، هي نفس ريحة البودرات الشوكولاتة اللي جواه، مع لمسة كده من ريحة الميك اب سويتي، تحسي كأنه هو في احساس كده شهي، بيديكي احساس كأنك حد جذاب جدا، ريحته فعلا جميلة، ريحته مغرية جدا، ومن افضل عطور باكو رابان اللي فيها لمسة جورماند لطيفة قوي، بودرية كمان. العطر اللي بعد كده هو مارك جيكوبس ديكادانس، البرفيوم ده يعني معناه الانحطاط. بصوا انا مش عارفة ان هو ليه انحطاط، هو ريحته بالعكس، انا بحس ريحته راقية قوي وريحته مهدئة، يعني انا لما بحطه بحس بهدوء نفسي وراحة غريبة، يعني حتى بحب احطه في الصالة قوي، بحس ريحته كده بتنم عن شخصية امرأة جذابة، حد له شخصية قوي، يعني هو اصلا متفرد ويونيك. عطر من العطور الاروماتيك اللي بتديكي احساس عشبي، احساس بيهدي الاعصاب كده، في يعني هو في جاذبية وسحر خاص بيه، بحب احطه قوي وانا بصلي، بحس بهدوء وراحة نفسية فظيعة. هو في احساس مدخن كده جاي من ورق البرد اللي موجود فيه، وفي الاحساس العشبي بتاع كأنك بتشمي ريحة عاملة زي المنت، عارفين ده احساس كده كأنك بتشمي زي النعناع المهدئ، بس مش نعناع يعني، لا، بس الاحساس اللي هو المهدئ ده، فريحته بجد ناعمة جدا ولذيذة قوي، ومن افضل العطور اللي انا شمتها اروماتيك او فيها احساس عشبي او اخضر، بس يعني متوظفة صح، متوظفة ان هي تبقى يونيك، ومتوظفة ان هي تبقى جذابة وتبقى انثوية جدا. يعني انا فاكرة في مرة كنت حطاها والميس بتاعت بنتي كانت بتديها الدرس هنا في البيت، وشمتني حاطة ريحة حلوة، قالت لي ريحتك حلوة جدا، فجبت البرفيوم ورشت لها منه على ايديها. عايزة اقول لكم ان هي فضلت يعني لازقة ايديها حرفيا على مناخيرها، اللي هي طول الوقت عمالة تشم في البرفيوم وتقول لي الله ريحته جميلة. بس لاحظت ان هو بيعجب الناس اللي هم كبار شوية، يعني فوق الـ25 بيقدروا يفهموا العطر وبيحبوه، لان هو عامة ريحته زي ما قلتلكوا اروماتيك عشبية شوية، فيها خضار، يعني مش اي حد هيحبها. بعد كده عايزة اكلمكم بقى عن حبيب قلبي اللي انا الفترة دي ما بستخدمش غيره، ليرا، البرفيوم بتاع زرجوف ليرا، المحاكاة بتاعته عند هوريزون، تيبيكال، ريحته رهيبة رهيبة، ريحة الكراميل السبايسي اللي فيه حتة حمضيات، ما تزهقكيش ابدا،
البرفيوم ده انا بعمله الليرنج الفتره دي مع عطور كتير جدا. يعني عايزه اقول لكم ان لما بعمله الليرنج، وهعمل لكم ان شاء الله فيديو عن الليرنج مخصوص، بيطلع روعه الروعه، بيطلع رهيب. البرفيوم ريحته طرد كراميل بالليمون، احساس كانك قاعده بتعملي فعلا مخبوزات، عارفه كانك مثلا عامله كيكه ومغرقاها كراميل وحاجات زي كده. ريحته جميله جميله فوق ما تتخيلوا. انا حبيت حبيت البرفيوم دوت. يعني انا عايزه اقول لكم كمان بستخدم منه كتير، بس هو تقريبا ما بيخلصش. يعني دي تحسي ان عطور هوريزون فيها البركه كده، سبحان الله، بحسها ما بتخلصش معايا بسرعه، فلذيذه قوي. وبجد يعني من افضل العطور اللي هرشحه لاي عروسه فيكو تروحي تجيبي ليره وانتي مغمضه. بعدين عايزه اكلمكم عن خمره من لطافه، اللي هو بديل لانجل شير، البرفيوم اللي كل الناس بتدور عليه، قلبين الدنيا عليها انتوا الفتره دي مش عارفه ليه، مع ان انا كنت قايله لكم ان هوريزون عندهم انجل شير بيعملوها قريبه منها جدا. فانتي لو عايزه تجربي خمره قوي كده ومش عارفه توصلي لها دلوقتي، او الاستيراد واقف عبال ما تيجي، يعني انتي ممكن تجربي من عند هوريزون انجل شير. انا ما شفتش حد عامل انجل شير بالتطابق دوت زي هوريزون، فبجد حلوه قوي عندهم ان انتي تجربيها، ثباتها رهيب وقوتها حلوه. بالعكس كمان ده هي ارخص كمان من خمره. هو اي نعم خمره ليها طله كده وليها شكل باكج محترم وكل حاجه، انا ما قلتش فيها حاجه، بس بما ان هي مش متوفره واحنا عايزين يعني نوصل للعطر، فهوريزون بيعملها باقل من نص سعر خمره، فانتي مستفاده. برضو عندهم سامبلز، فانت ممكن تجربي بسعر قليل جدا، تقريبا السامبل ب35 جنيه، فمش حاجه يعني. خمره بقى ريحه الفانيليا البوزيه المخمره كده، اللي بتديكي احساس في شوكليت، في احساس كانك شامه ريحه عنب، ريحه نبيذ. يعني عارفين الخمره، هم مسمينها خمره بس انا بقول عليها خمره، لان كلمه خمره دي كلمه مش لطيفه يعني. وطبعا ريحتها سبايسي كده، وفيها كمان حته كده تديكي احساس كانك بتشمي حاجه جورماند، ففيها كل الجوانب بتاعتها سويتي قوي، فاي حد بيحب الحاجات السويتي هتعجبه جدا. هي فواحنها قوي برضو، ممكن تحس فيها تاتش زي العود او تاتش زي حاجه مدخنه كده، فريحتها لذيذه جدا، بس مش اي ذوق هيقبلها، عشان برضو لو انتي لسه جديده في عالم العطور ما تخشيش عليها هي مره واحده، تكوني بتحبي اصلا الذوق دوت التقيل التابلي الفواح جدا القوي. بعدين اكلمكم عن برادا كاندي نايت. البرفيوم ده هو ده وقته بقى، يعني في عز الشتاء الساقعه التلج اللي احنا فيه ده، هو ده وقته. ريحه الشوكليت اللي فيها بقى الاحساس البودري على ميك اب، على احساس مدخن، برفيوم رائع الجمال، حلو جدا. انا مش عارفه ليه ما حدش بيتكلم عنه، هو عطر رهيب رهيب بجد، حلو قوي. من اشيك العطور اللي انا ممكن اكون جربتها فيها نوته الشوكليت، ريحته لذيذه وفعلا بتديني احساس كده هادي. هو عيبه بس ان ممكن ثباته ما يكونش اقوى حاجه، بس لو انتي بتحبي ريحه الشوكولاته الدارك الدارك قوي هيعجبك البرفيوم ده، هو ريحته حرفيا شوكليت دارك. بعدين برضو من العطور اللي مجرباها مؤخرا وفيها احساس شتوي كده وكراميل بقى والاحساس اللذيذ ده، هو او سويت من اوريفلام. العطر ده انا عملت لكم ريفيو كامل عنه، عطر من العطور المحترمه في اوريفلام فعلا، بدرجة رهيبة. احساسه جميل، في الاحساس الفاكهي، في الاحساس الجورماند، في احاسيس كده لذيذة، وتدرجاته كده بتنقلك في حتة تانية، تحس انت بتشمي حاجة عالمية. يعني اول ما برشه بيديني احساس، بعد ما برشه بيديني احساس، في الاخر بيهدى معايا على روايح قريبة من روايح باسند بادي وركس، فبيديكي برضو نعومة كده ولذاذة. ومن العطور السهلة اللي سهل انها تعجب اي ذوق طالما بيحب الحاجات الشجرية. بعدين العطر المفاجأة ده ريبل من ريانا. انا جربت من عند ريانا اللي هو النود، وكلمتكم عنه قبل كده، وان شاء الله هكلمكم عن دوت، لان الاتنين بتوع ريانا دول عطرين بدائل لعطور تانية. يعني دوت انا لقيت له بديل، يعني ده بديل لعطر غالي، وبتاع ريانا نود هو اصلا ليه بديل رخيص، فان شاء الله هعمل لكم فيديو عنهم. بس البرفيوم ده عبارة عن باتشولي قوي جدا، في ريحة الشوكولات، في ريحة جوز الهند. ده يعني ملخصا كده عايز اقولك ان برفيوم دوت لقطة، لو انتي بتحبي العطور اللي فيها شوكولات بشكل قوي هيعجبك قوي، ولكن انا هتكلم عنه تفصيليا في الريفيو بتاعه. انسيرا روزز شوكولات، البرفيوم ده
يعني ده بقى انا كنت عامله لكم مفاجأة، انا جايباه بقالي فترة محترمة يعني ومجرباه كويس جدا. البرفيوم ده عبارة عن اندماج للشوكليت مع الورد، فتخيلوا الاندماج. هو عارفين مثلا احساس الفانيليا مع الروز، هو نفس الفكرة ان هو الروز بس معاه شوكليت. لكن البرفيوم ده رغم غلوه الفظيع الا ان هو ليه بديل رخيص جدا، وانا هجيبه لكم ان شاء الله اكلمكم عنه قريب. بعدين بقى ندخل على حاجات الجسم او الحاجات اللي بعد الشاور، وهي الكوكونات كريم. البرفيوم ده او المست ده انا مجرباه مؤخرا، لسه يا دوبك لاقياه. انا عارفه ان هو موجود كتير بس انا لسه لاقياه، هو موجود بره. انا الحمد لله لقيته لقطه كده، وعلى فكره جايباه من امازون مش جايباه من جروب معين. المست ده رهيب، ريحته غريبة، ريحة الكوكونات المتحمصة دي ريحتها حلوة قوي غير اي كوكونات عندي. زي ما مكتوب عليه فطيرة جوز هند كده، تحس ان انت بتشمي ريحة حاجة كده كراميل محروق، عارفين الاحساس ده موجودة فيها فعلا. مخبوزة ريحتها لايقة قوي على اللاين المخبوز ده اللي انا بحبه جدا، اللي ثباته كمان بالمناسبة حلو جدا. لكن المست ده ما حسيتوش قوي يعني، بس هو كويس. بعدين بقى جبت مارشميلو بامكن لاتيه، واصلا انا كان عندي منه الشمعة، وكنت حاسة ان هو المست هيبقى غير الشمعة، وانا عندي منه كمان الزبدة. بس المست ريحته يا بنات عبارة عن ريحة حاجة مسكرة اكتر من السبايس، يعني انا شامة في المست التسكيرة بتاعت المارشميلو اكتر، لكن في الشمعة بتاعته ريحة اللاتيه باينة اكتر كتير من ريحة المست. شارككم منتجات حرفيا غيرت ملمس الجلد عندي وفرقت معايا فرق رهيب، وهي الزيت بتاع فيكتوريا سيكريت هاني اند لافندر. انا من كتر ما بحب الزيت ده انا جربت الاول هاني اند لافندر وعجبني جدا ريحة اللافندر فيه، مش ريحة اروماتيك، مش ريحة عشبية، مش الريحة اللي تنفرك، مش الريحة اللي موجودة في سيجنتشر الصابونية او ريحة كأنك في غسيل، لا ريحه برفيومري قوي اللي تحس ان انتي شامه ريحه برفيوم فعلا. الهاني هنا او العسل، مش عسل بقى عسل اللي هو ملزق ده او ريحته، لا ريحه العسل ريحه فيها كراميل، فعشان كده جبت الهاني اويل كمان منهم. يعني انا جبت الاول اللافندر فعجبني فروحت جايبه الهاني اويل. بص انا مستخدمه منه قد ايه يعني، بقى لهم شويه انا بستخدمهم. بعدين جبت الكوكو اويل، بقى الكوكو اويل ريحته زي ريحه جوز الهند تمام، ولكن هو يعني ترطيبه اعلى منهم، بس انا ادمنت ترطيبهم. انا اصلا من الناس اللي عندها جفاف شديد في الجلد، فلازم ارطب ترطيب قوي واحبس الترطيب ده بزيت. وبصراحه عمري ما جربت اي عنايه شخصيه من عند فيكتوريا سيكريت، كنت دايما بحس ان هم يعني غاليين على الفاضي، ولكن المنتج ده بالذات عند فيكتوريا سيكريت رهيب. يعني الزيت قوامه حلو جدا، يعني سلس كده بيتشرب بسهولة، بيدي لمعة لذيذة جدا للجلد، خاصة الكوكو اويل. عارفين يعني انا كنت متخيلة ان الهاني هيكون اتقل، ولكن بالعكس الهاني مش اتقل ولا حاجة. اصلا الهاني ده تحس ان انتي بتشمي مكسرات، تحس ان بتشمي كراميل، تشمي حاجة كده زي الشوكليت، فريحته جميلة جدا. كمان بقيت اعمل له ميكس مع بيور هاني من كيم كارداشيان، كانوا ريحتهم رهيبه مع بعض. انا حتى نزلت لكم بوست على المنتدى وان انا استخدمتهم، كنت الصبح ده لسه قايمه واخده شاور كده حلو، وقلت اما استخدم الاتنين دول مع بعض. جم في دماغي كده فجاه ان انا يعني هاني بقالي كام يوم بستخدمه، فاستخدم معاه كيم كارداشيان بيور هاني واشوف ريحته هتبقى عامله ازاي. كانك بقى بصي انت واقعه من برطمان عسل، ريحتك عسل 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 ما اقولكوش. كمان كيم كارداشيان في حته صابونيه كده، في احساس اللي هو كأنك بتشمي حاجة فيها كلين يعني فيها بودرية، فريحته كمان العسل مديله شمعية كده، يعني انت مش كأنك بتشمي ريحة العسل اللي هو الشمع، شمع العسل مع ريحة الكراميلا شوية اللي موجودة في هاني، كانت ريحتهم ممتزجة بشكل رهيب وحلوة قوي 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 وثابتة. برضو الهاني اند لافندر ده لو دمجتيه مع ليبر انتنس بقى يا سلام على الشياكة، ولو حطيتي برضو معاه اي عطر فيه ريحة الهاني برضو هيبقى ريحته حلوة جدا، هما تحفة. الكوكو اويل بقى اي حاجة عندك فيها ريحة الكوكونات هتبقى لطيفة معاه جدا، لان هو ريحة كوكونات تحسيها بيور شوية، هو يعني ريحته اقلهم، انا حسيت ريحته مش قوية قوي، بس ريحة الكوكونات للناس اللي بتحب ريحة الكوكونات هيعجبها قوي قوي ريحة كوكو اويل، وترطيبه اعلى كمان، فتحسي ان هو قوامه كده يعني بيعمل لمعة جديدة شوية عنهم، يعني هو بيلمع الجسم اكتر وبيدي زي احساس كده جلوي اكتر منهم.
بعدين بقى هكلمكم عن المنتج التاني اللي فرق فعلا في ملمس الجلد وعالجه كويس جدا، وهو زبدة الجسم من عند باسند بوجوركس اللي اسمها كوكونات ووتر. دي بص هو عامة كلهم بالنسبة لي روايح، يعني مش مهم، المهم ترطيب. الترطيب بتاعهم كلهم قريب جدا من بعض بتاع زبدة الجسم، فهجيبي اي ريحة مش مهم، المهم تكون يعني ترطيبها كويس او تديكي نفس اداة الترطيب. بصوا هي من جوه قوامها عامل ازاي، هي حلوة جدا. اي نعم ريحتها الكوكونات ماشي مع الكوكونات بتاع فيكتوريا سيكريت اللي هو الزيت، فريحتهم مع بعض تديكي كوكونات عامة، كوكونات سادة كده، بس هو ما بحبهوش قوي، يعني ريحة الكوكونات ووتر دي مش عاجباني قوي، بس تمام. طبعا كانت اللي حطت رجلي على الطريق كانت مروة، قعدت تقول لي وتشكر لي قد ايه في الزبدات بتاعة الجسم، وانا بصراحة انبهرت بادائها. ف يعني مش عايزه اقول لكم انا قد ايه بقعد احمد ربنا ان انا جبت الزبدات ديت، ويعني كل ما استخدمها اقعد ادعي المروة ربنا يا ربي يجزاها خير ان هي عرفتني على الزبده بتاعت الجسم دي. هي كان ليها الفضل ان انا اجربها فعلا، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هجرب حاجه معطره وتديني الترطيب دوت. وكنت دايما بقول لكم كده الحاجات المعطره قوي دي ما بيبقاش فيها ترطيب قوي، لكن لا زبده الجسم بتاعت باسند بادي تحفه. هي طبعا حطت رجلي على الطريق وانا يعني سرحت بقى لوحدي وكملت كده، خدت الطريق وجريت. فجبت بقى اللي هي الملمعة، يعني جبت كمان بقى اللي فيها جلوينج. اللي فيها جلوينج بقى هتديكي 3 وظايف، هتديكي تعصير وترطيب وتلميع، فهي مهمة جدا جدا لأي عروسة بجد، رهيبة رهيبة للعرايس، هتديكي احساس كده لذيذ جدا. بصوا هتحس ان انتي كورة ديسكو في نفسك كده وانتي حطاها، رهيبة حلوة قوي. انا جبت منها كذا نوع، يعني انا بس بعرض لكم الحاجات اللي انا استخدمتها الفترة دي، بس انا دلوقتي عندي منهم ما شاء الله، يعني جبت مخزون، لانهم فعلا فرقوا في ملمس الجلد، فرقوا في الترطيب. اول مرة استخدم حاجة مرطبة وبعدين اخد شاور وبرده جسمي لسه مترطب، انا من النوع اللي جسمي بيجف بمجرد ما لمس المية، فدي حاجة حلوة قوي. طبعا خلاص انا يعني ادمنتهم في الروتين بتاعي. من الحاجات برضو اللي انا عايزة اقول لكم عليها مستخدمتها مؤخرا للبشرة وعجبتني هي ستارفل فيتامين سي. انا كان فيتامين سي بتاعي الاخير كان خلص، مش فاكرة كان كلوي ولا كان ايه، فقلت اغيره يعني واجيب نوع جديد، كان ستارفيل دوت. انا شفت ناس كتير بتشكر عنه، البامب بتاعته لذيذه جدا، هو اصلا في حته في احساس مرطب، ما فيهوش ريحه البرتقال اللي موجوده مثلا في فيتامين سي بتاع ايفون، لا هو ريحته حلوه كده وما بتحسسش البشره، تحس ان هو بيعمل تقشير خفيف كده للبشره وفعلا لذيذ. والهيالورونيك اسيد بتاع العين بتاع لوريال ده من اكتر الحاجات اللي حبيتها الفترة الاخيرة، تحسيه بيشد كده تحت العين، اي نعم ما بيعملش حاجة للهالات بس تحسيه بيهدي الانتفاخات وبيرطب وبيشد تحت العين كويس، فهو من الحاجات اللي تستخدميها كعناية مستمرة، مش يعني مش كحاجة هتديكي مفعول السحر، لا هو بس عناية مستمرة ان انتي تفضل تحت عينك مشدود ومؤقتة. يعني كمان عايزه اقول لكم على حاجه للشعر، اني ملاحظه كتير قوي بيشتكوا من تساقط الشعر. الحاجه الوحيده اللي عملت معايا فرق هي كانت دكري، كلمتكم عنه قبل كده، كان دكتور عاصم فرج اتكلم عنه كتير في اللي هو البرامج بتاعت الستات ما يعرفوش يكذبوا والحاجات دي. السيرم ده او المحلول ده ما اعرفش اسمه ايه، المهم ان انت بتحطيه على الفروه بتاعت الشعر، بتحطي بالظبط 10 بخات منه كل يوم ويوم يوم ويوم. هو غالي وبيجوا عبوتين مع بعض بيكفوكي 3 شهور العبوتين، بس هو الكورس ده هيفرق معاكي جدا، هتلاحظي ان في شعر في اماكن ما كانش فيها شعر بقت تتمدي فعلا، بيطلع الشعر يعني دوت حقيقي. لو انت تساقط عندك تفاعلي، يعني تساقط عندك نتيجة نفسية، نتيجة مثلا قلة غذاء، حاجات زي كده، خدي فيتامينز وخدي وجربي السيرم ده للشعر او المحلول ده للشعر، هيفرق معاكي جدا وهتلاحظي فرق شديد. بس خلوا بالكم هو بينشف فروه الشعر شويه، فطبعا عايزه غذاء يعني بزيوت تكون مغذيه. في بقى حل سحري للناس اللي عندها قشره دهنيه، تستخدمي اي شامبو دندل حلوه جدا، انا هحط لكم صورته، هحط لكم صوره المنتجات اللي انا بستخدمها. انا بستخدم شامبو للقشره يكون طبي، وبستخدم المحلول ده دوت نقط كده بتحطيها خدوها سكرين شوت، انا بحطه كده على الاماكن اللي الفروه نفسها، الاماكن اللي فيها قشره، بيخلي القشره بعد ما كانت دهنيه وعامله طبقه كده قشره لازقه في الشعر وتيجي تطلع بالشعر
بيخليها تفرفت كده وتنشف وتقع زي القشرة اللي هي العادية الموسمية اللي هي بتطير دي، عارفينها، بيخليه تعمل كده. فهو من الحاجات الحلوة قوي. الراعي الرسمي بقى للعناية بشفايف الفترة دي هو بيزلاين. ده انا كنت جايباه بالغلط، انا كنت عايزة اجيب اللي فيه وقاية من الشمس اللي هو لونه ازرق، وجالي دوت. المهم ده بقى ريحته بالنعناع، بصوا هو ما بيرطبش الترطيب الاوفر، بس بيعمل معايا ايه يعني، ما بيديكيش احساس كده ان في حاجه تقيله على شفايفك زي الفازلين او زي زيت او كده، لا بيبقى عادي. بس انا بنام احطه بالليل، بنام بصحى الاقي كل الجلد التقيل اللي هو كان واجعني او كان ناشف متقشر، يعني هو بيعمل لي زي سكرابنج خفيف كده بتقشيره بعديه. يعني انت لو حطيتيه بالليل وجيتي الصبح شلتيه وجيتي الصبح حطيتي اي روج او اي حاجه عندك، هتلاقيه بصي ناعم كده زي الحرير، فعلا شفايفك بتبقى عامله زي الحرير. هو من الحاجات الحلوه قوي اللي الاول انا يعني استغربت ان ملمسه مش دهني قوي كده على الشفايف، ولكن لا هو تاثيره حلو قوي وبيدي انتعاش كده واحساس كده كانك حاطه منت، يعني في حرقان شويه كده من النعناع اللي فيه، فبيبقى لذيذ قوي. وكمان طعمه مسكر، يعني انت لو بلعتيه هتلاقي طعمه مسكر قوي، واحلى حاجه فيه فعلا حته الترطيب اللي هو كانه بيعمل لك سكرابنج ده، فده هيبقى حلو جدا جدا قبل ما تحطي اي روج. لان انا مثلا لما باجي احط روج في البيت او حاجه بحسه بيبقى مشقق كده، بيضايقني لو شفايفي مش حلوه. انتوا عارفين الروج بيبقى عايز شفايف ملساء كده وناعمه عشان يبقى شكله بيرفكت عليها. بما اننا هنتكلم عن الروج فلازم اقول لكم ان اكتر ليبستيك الفتره دي مدمنه عليه هو اماندا، اللاين بتاع الزبدة الشاي دوت اللي هو اسمه باتر. الروج ده يا بنات رهيب رهيب رهيب. اولا ترطيبه حلو جدا، لونه حلو جدا، بيصبغ الشفايف كده بتنت خفيف قوي لما بيجي يروح، فبيخلي شفايفك لونها وردي ناعم كده، وفي احساس كده كانك حاطه جلوس بس خفيف قوي، فبيخلي الشفايف شايني كده وبتلمع، وفي نفس الوقت بيديها احساس ناعم وليه تغطيه، يعني ليه بيجمنت لما بتحطيه بيعمل تغطيه. انا من كتر ما بحب الدرجه دي رقم 8 جايبه منها ستوك لانها قربت تخلص، فالصراحه خفت تخلص وانا يعني عارفين اللي خلاص انا ادمنتها خلاص، دي بقت الراعي الرسمي بتاعي في البيت. كمان ممكن تحطي منه زي بلاشر كده على الخدود، بيبقى لذيذ قوي، بيخلي لونك وردي كده وفيه هنت كده زي هايلايتر، فبيخلي فيه لمعة صحية كده للخدود، لذيذ قوي 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 في البيت بجد. من اكتر الحاجات الكيوت اللي تحطيها وانتي عايزة تباني ان انتي كأنك مش حاطة حاجة، وفي نفس الوقت بيرطب الشفايف جدا وبيعالجها، يعني بيخليها ما تنشفش، فهو مميز في الحتة دي. انك جبتي مرطب للشفايف وفي نفس الوقت جبتي تنت خفيف كده، او جبتي روج وجبتي كمان ليب جلوس، هو بحسه بيديني التلات احاسيس، وكمان لما بحطه على الخدود بيديني احساس كاني حطيت بلاشر كريمي، فهو لذيذ قوي. يعني انصح اي عروسة ان هي تجيبه. وبكده انا حاولت اصالحكم بكل المنتجات الاخيره اللي انا جربتها، يعني تعويضا مني عن التاخير اللي انا اتاخرته الفتره الاخيره في فيديوهات عطور الاسبوع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو جديد، فيديو ريحته احلى. مع السلامه.